السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي مشاهدي قناة ابو عزالة، ان شاء الله النهاردة هنقدم حاجة بخصوص شهر رمضان الكريم، وده حبل نور بتاع احد الزملاء. هو طبعا عطلان لان في مشكلة هنا، اللندا ديت قطع منه وفي لندا تانية قطع اهي، فاحنا هنعيد ترميمه تاني ونشوف كده خط لمبه لمبه مع بعض. طبعا هو السلك دوت المفروض ان هو يعني بتاع الدويان كويس معقول، انما ده تقيل قوي يعني، هنحاول برضك كده نظبطه ونعيد تأهيله تاني. طبعا دي اول لمبة كده، احنا هنجرب بس الخط انه سليم كده، دي اللمبة دي كده شغالة، دي عايزة تتوصل. هنوصل وبعد كده نعزل بقى الفرد ديت كده. التقسيمة دي ان الخط يبقى ماشي كهرباء على طول، وكل لمبه بتاخد من نفس الفردتين، ده اسمه ايه؟ على التوازي، يعني زي بعضه، انما اللي على التوالي يعني دي تدي لدي. فده يعني شرح للتقسيمه بتاعت النوع دوت من لمبات الزينه يعني. طبعا شريط اللحام المستخدم ده شريط لحام تعبان قوي، الدوائر طبعا مقطوع من جوه، الديوان دي طبعا ديوان تعبانة قوي، بس هنحاول ان احنا نوصلها تاني. احنا عندنا لمبتين اهو، كده الحبل المفروض ان احنا عملنا صيانه يعني لاعاده تاهيل للثلاث ديوان دول. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي مشاهدي قناه ابو غزاله، ان شاء الله النهارده كده معانا صيانه حبل الزينه بتاع رمضان كل سنه طيبين. وهنا الحبل دوت فيه مشكله، طبعا في قفله جوه في العلبه بتاعت التشغيل بتاعته، يعني في شورت ومع سلوك مقطع وحاجات زي كده. هنحاول طبعا نعيد الحاجات دي كلها ونصلحه واحده واحده كده. لازم نفك طبعا الشمع اللي عليه ده عشان نفس التلامس بتاع الفرد دي يبقى هو نفس الاماكن.
الفرد دي ضعيفة جدا وبتحتاج توصيل بطريقة يعني حساسة شوية. طبعا احنا الفرد اهي قدامنا، لازم بقى ايه نحاول كده نرجع فرده فرده مكانها. نجرب بقى كده طبعا كده ان شاء الله الحبل كده اشتغل، وقعدنا بقى التقسيمه دي كانت كلها طبعا سلوكها مقطعه زي ما احنا شفنا هنا. ده الزر طبعا بتاع التشغيل اللي بيبدل، يعني بيبدل الليد من نقطه لنقطه يعني. تمام، اتمنى ان شاء الله ان احنا كده نشوف كده الجزء اللي فاضله برضك، عشان خاطر قبل ما نقفل نرجع كده العلبه تانيه. طبعا العلبه بترجع بالطريقه دي، الفرد هنا اهي. كده بنرجع الظهر طبعا بالطريقه ديت. نحاول طبعا نثبت الجزء ده كويس عشان ما يهربش تاني السلك من جوه ويتقطع تاني بالطريقه دي. طبعا كده التكات بتاعتنا اشتغلت. الشمع ده طبعا هنحاول نشتغل بيه تاني عشان يمسك السلوك دي من ورا كده، ونزود عليه بقى شمع تاني. حط شمع بردك على السلك هنا عشان ما يتطلعش من ورا. طبعا احنا حاطين شمع سخن كده جوه، قفلنا العلبه كلها عشان تمسك في بعضيها. نجرب تاني. تمام، طبعا الزر بتاعنا اهو بتاع نقل
نقل الحركة بتاعت النور نفسه. اتمنى ان شاء الله كده نكون استفدنا ومشاهدة طيبة، وكل سنة طيبين. السلام عليكم.